أضربك مثلا، أنا أعرف واحد في تايوان رشح نفسه وهو أطرم أطرم ونجح. ليش؟ لأنه مخلص. لا إله إلا الله، أطرم ونجح؟ ونجح. لا إله إلا الله، والله يا عيال انتوا سكتوا علي وانا مالي راي، رايكم هو المبارك. وباشر لدشيت المجلس ويك المولح هذا ينور يليك، لحيتك اللي كنا خري تتغير، ريحتك هالمقطنه هذه اللي كنا ريحه نعيه تصير خنينه، وجواز دبلوماسي والمعاش 3900 دينار. الله الله الله، 3900 دينار لو تبيع سنه بارد اني ما تطلع 100 دينار. انا شك